السلام عليكم. إذا مرحبا بكم. التمرين رقم 15 من سلسلة تمارين الذوة الخطية والتآلفية. إذا في هذا التمرين يقول F دالة تآلفية بحيث F ناقص 2 تساوي 5 و F ديال 7 ناقص F ديال ناقص 3 تساوي 15. عرف الدالة F. إذا لدينا تعريف الدالة F. إذا لدينا F دالة حسب المعطيات دالة تآلفية. إذا ماذا يعني هذا؟ يعني أن F دو X تساوي AX زائد B. إذا المطلوب نقلب على A ونقلب على B. إذا A هو المعامل ديال دالة F. إذا A ماذا يساوي؟ إذا كنا نتابعو مزيان في المعطيات تلقاو بأن عطينا واحد الفرق هنا. إذا حنا كنعرفو بأن A عادة باش نلقاوها كيمكننا نلقى صورة عددين وكندير الفرق ديالهم. إذا العددين هما F سبعة و F ديال ناقص 3. إذا A تساوي F ديال 7 ناقص F ناقص 3 على ماذا؟ على 7 ناقص ناقص 3 تساوي ماذا؟ إذا كنعوض. إذا البسط راه هو 15، يعني الفرق ديال F7 ناقص F ناقص 3 كيساوي 15. وفي المقام غادي نحاول نحيد الأقواس. إذا ناقص ناقص كترجع زائد. إذا 15 على العدد 10. إذا كيمكننا نختزلو. إذا عندنا 15 راه هي 5 في 3 و10 راه هي 5 في العدد 2. إذا كنختزلو بالعدد 5 تبقى لنا 3 على 2. إذا لقينا الدالة F دو X تساوي، إذا كنعوضو A بالقيمة ديالها اللي هي 3 على 2 زائد B. باش نلقى B كنستعمل F ديال ناقص 2 تساوي 5. إذا عندنا F ديال ناقص 2 تساوي 5. إذا كنعوضو X بالعدد ناقص 2. إذا 3 على 2 مضروبة في ماذا؟ كنعوضو X بناقص 2 زائد B. دالة هادي. إذا 3 على 2 في ناقص 2. إذا كنختزلو بالعدد 2 تبقى لنا ناقص 3. دونك 3 في ناقص 2 راه هي ناقص 6 على 2 وناقص 6 على 2 هي ناقص 3. إذا زائد B شحال كتساوي هادي؟ عندنا F ديال ناقص 2 تساوي 5. إذا هادي غتساوي لنا 5. وبالتالي ناقص 3 زائد B غادي تساوي 5. إذا هاد ناقص 3 غادي نديوها للطرف الثاني للمعادلة غترجع 5. إذا ناقص 3 غترجع زائد 3. 5 زائد 3 هي 8. إذا لقينا B ولقينا A. وبالتالي الدالة F دو X تساوي ماذا؟ تساوي 3 على 2 X زائد 8. أو كيمكن لي ندير لها F نقطتان X. إذا 3 على 2 X زائد 8.